قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. في الأماكن العمومية فمع القانون، مع المشروع التمهيدي لقانون الصحة، واش رايك فيه؟ حاجة مليحة. يا إنسان كي يحبس التدخين كان في المكان عمومية ولا مكان خاص، مليحة إنسان يفهم حاجة أن التدخين هذا حاجة مضرة للجسد تاعو ولا الصحة تاعو، يمنعها، ولا المنع هذا لصالحه، حاجة مليحة. ونتمنى الانسان هذا يفهم هذا الشيء، وحنا نوصلوا كل الناس اللي متفاهمين اللي خلقوا واللي داروا هذا التدخين هذا راه منعوه روحهم. حنا نتمنى نوصلوا اننا حتى منعوه، والدين تاعنا وصلنا هذا الشيء. يعني اولا يعني قضيه التدخين هذه يعني قضيه راهي تمس المجتمع كامل، يعني مش كما نقولوا احنا منحصره فئه على فئه. والقضية كما نقولوا احنا ماذا بينا التدخين ما يكونش غير ممنوع في الاماكن العموميه، لازم يكون في الاماكن العموميه والاماكن الخاصه والاماكن المغلقه. وهذا به يجي عن طريق الوعي، نوعيو الدراري صغار ونربيو النشأة تاعنا على انه التدخين يعني قضيه او قبل ما تكون مضره للصحه منح ربي سبحانه، وكما نقولوا احنا منح ربي سبحانه، ويعني ننميو فيهم الوعي باللي التدخين هذا راه مضر بالصحه تاعهم ويستنفذ الطاقه تاعهم الجسديه والماليه. ما personnellement en tant que non fumeur moi qui n'ai jamais fumé dans ma vie j'approuve vraiment l'application, la mise en application d'une telle loi qui aura quand même imposé, qui aura quand même procuré du confort, une sérénité à des lieux publics qui sont censés être protégés et entretenus parce que c'est le coefficient commun de tous les Algériens. Ça veut dire un lieu public est censé être purifié. Alors si vraiment nos autorités réussissent d'abord, sauf que moi je souhaiterais bien qu'il y ait mobilisation avant mise en application, ça veut dire mobiliser les citoyens, quand bien même le fumeur lui-même est très conscient des dangers, ça veut dire des méfaits. Mais si nous réussissons vraiment à mettre en application, à ce que l'Algérien soit bon entendeur et bon applicateur des termes de cette loi, nous aurons vraiment offert des lieux publics sains. مع الراي اللي خالف هذا المنع يعاقب بغرامه ماليه تصل الى 5000 دينار. حاجه مليحه هذه باش احنا نوصل، ماذا بينا فيش الغرامه، ما كاينش الغرامه هذه، ولكن اذا كان وصلوا الغرامه باش يحبسوا له هذا الشيء هذا، ولهذا اللي فايتوا هذا الانسان هذا يقول لك واحد يوسو في جيبه اذا يحبسوا. منع التدخين راهم روطار بارابور لي بي اوروبيان، نورمالمون راهم روطار، نورمالمون هذه صافي بيان لوندوم اللي داروها. اللي منعوا التدخين بيان سور. وراك مع اللي عارض المنع هذا يعاقبه بغرامه ماليه؟ جامي، نورمالمون غرامه ماليه لازم تكون باش يمنعوه، لازم تكون غرامه ماليه. الا ما كاش غرامه ماليه ما عندها ما منعوهش. سينو ما ممنوعش. وانت تكيف؟ نو دخل نو، واللي يحب يموت يموت وحده، وعلاش يتكيف يدخن في المناطق العموميه؟ اللي يحب يموت يموت وحده. انا كنت مدخن من الدرجه الاولى والحمد لله عفى علي ربي وبطلت الدخان، ومدى بيا ونكون مع القانون هذا. عليه؟ لانه يضر بالمواطن وخاصه اللي جايين صغار. احنا نقولوا الكبير ديما ولكن الصغير هذا نورمالمون ما يدخنش في الاماكن العموميه. علاه؟ لنظافه البيئه، لحمايه البيئه، حتى لحمايه نفسك بعد. مش نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مشروع مليح لينا وللدوله الجزائريه وفي الاماكن العموميه خاصه، لان التخير كما يقول لك مضر بالصحه ويعدى لامراض السرطان، امراض معديه. صاش اش غادي نقول لك باللي هذا صافي بليزي، راه حاجه مليحه في اوروبا القانون يطبق، المجتمع راه مليح، وكان نورمالمون كان اماكن عموميه ما كيما نقول لك نورمالمون جو بريفير ما يدخلوش فيها، كان اللي يخدم كان اللي ما يخدمش. خاطر واحد كيكون واحد زعما يكمي في الدخان، واحد يشمو ماشي كيف اللي يشمو يتاثر اكثر من اللي يكمي اكثر من فيه. وهذا صافي بليزير كيما هكا، ان شاء الله تنفذ الدوله هذه، دولتنا الجزائر ان شاء الله تنفذ القرار ويكون باحكام ان شاء الله برك. يعني الواحد يقول لك صح كي تمسوا في جيبه، يعني تحس يعني هذا القانون هذا يعني كيما نقولوا احنا مليح 100%، وان شاء الله كيما نقولوا احنا نوصلوا لدرجه انه كيما نقولوا احنا ما نطبقوش من ما نلحقوش الغرامه الماليه. يعني واحد يفهمها بعقله، وكل واحد يعني كيما نقولوا احنا ان شاء الله يفهمها باللي القضيه هذه قضيه مضره في الصحه ومضره في المال. هذا مشروع هائل، لازم للمجتمع كل لازم يدير
حملات تحسيسيه عبر التلفزيون، عبر الجورنال، عبر الـ عبر الـ عبر الملصقات، عبر المعلقات. Moi j'approuve vraiment la mise en application de ce genre de châtiment très particulièrement en direction de la de l'enfance qui est vraiment une frange sociale très très vulnérable qui nécessite vraiment qu'elle soit protégée voire entretenue par les adultes. Voilà, يعني في الاماكن العموميه حيدخل حيستنفذ مع المشروع التمهيدي لقانون الصحه. وش رايك انت؟ والله في الحقيقه هذا الشيء شيء جميل صراحه، يعني بالنسبه لمنع التدخين في الاماكن العموميه، لان هذه الظاهره يعني صراحه يعني تنامت وتفشت صراحه واصبحت تؤدي يعني تؤدي الناس في هذه الامور هذه. كان من المفروض بان هذا القانون ولا هذه التعليم هذه تكون قديمه يعني صراحه، لان التدخين اصبح يعني يضر خاصه الذين لا يدخنون، اصبحت المضار تكون بالنسبه لهم اكثر من الذين يدخنون. وبالتالي فاذا كان هو من حقه ان يدخن، فانا من حقي أن يعني أستنشق هواء نقي ولا يضرني بهذا التدخين. وحنا نقولوا مضر عليه، يعني الصحة تاعك بعدك تقعد تدمر فيها بيدك، راك تشري في الضرر بضرامك، ماهوش حاجة اللي ما لازم ما نمشوش ندمروا أنفسنا. يا رب سبحانه يقول لا تؤدوا بأنفسكم لا تهلك، وهذا نوع من التهلكة بأنفسنا. وماذا بينا نحيوا الحاجة هذه الظاهرة هذه في الاماكن العموميه ولا الخاصه، ولا تدخين ماهوش حاجه فايده للصحه، هذا مضر بالصحه ومضر بالمجتمع ومخل حد. انا نقول لك حاجه، كتكيف في مكان عام ولا خاص كتشم لودور تاعو الريحه هذيك في المكان هذاك، تخرج المكان واحد اخر عباره وانك ماكش حي، انك انسان تيامور فيفون، راك ميت وانت حي. والموضوع هذا راه في سنين وما يتكلموا عليه من البرلمان للحكومه وكل شيء، ونتمنى وحنا نتمناو ان شاء الله باش يطبقوه في الميدان، خطر علاه هذه المصلحه العامه والمجتمع، خطر راك عارف التدخين هذا اثر بزاف على المجتمع بكامله. راك تشوف تمشي للادارات ولا تمشي للاماكن العموميه الناس ما تلاش تحترم، بصح ما يلقيه هكا كما يقول لك سيف السيف معناها القوة، خص الردع، خص الدولة دير قانون الردع. يكون فيه الردع اللي عارض للمنع هذا يحي عقب بغرامة ما تصل إلى 5000 دينار. نعم كاينة منها هذه، هاني معاه هذه لخطر علاه. أولا تعرف باللي التدخين مضر للصحة، والشعب الجزائري راه تأثر بواحد 70% راه مأثر بالتدخين، خاطر كاين اللي ما كيميش نقولوا كاين اللي ما يدخنش، ولكن كيدخل ديك الأماكن العمومية ولا المطار ولا أي مصلحة يتأثر الناس اللي تكون، والناس ما تلاش تحتار. عارض المنع هذا راح يكون فيه غرامة مالية تصل إلى 5000 دينار. حنا ماذا بينا يزيدوا؟ ماشي 5000 دينار. حنا ماذا بينا يزيدوا يطلعوها أكثر من علاه درك يعني من الإنسان كيلوح كي نورمالمون تزيد. حتى الانسان نورمالمون يدفع في المعرض نورمالمون يديروا لنا حاجات اللي يلوحوا فيها الدخان، اللي يلوحوا فيها المزابل هذه كذا، راه يعني راحت بعيد. يعني الانسان يعود يمشي وهو في مزبله تدور به. انت تدخن؟ انا ما ندخنش، انا ما ندخن. هذول اللي يدخنوا في الاماكن العموميه. انا معارض وماذا بيا المجتمع كل يمشي حول هذا الاتجاه. انا معاه اللي يدير ويا الرضع هذا وبغرامه ماليه، انا نساندو بكل ما اوتيته من قوه. حتى اللي يبيع التبغ للقصر، حتى اللي يبيع التبغ ماذا بيا يتعاقب. علاش؟ لانه راه يبيع في شيء مضر او قاعد يدمر في امه. وش هو الفائده تاعنا منه؟ انا قلت لك مدخن. راك معاه انت اللي عارض المنع هذا يعاقب بغرامه ماليه. سي بيان سور، دوك واحد يعارض هذا المنع صافي هو مش باغي المصلحه المجتمع، مصلحه البلاد. كان ولاد صغار، كان شيوخ، كان ناس ما يدخنوش. كاين فئه في المجتمع ما تدخنش، وكاين فئه اللي تدخن في المجتمع. تدخن؟ لا ما ندخن سبورتيف. صافي مأثر انت من هاد المدخنين. سي بيان سور، واحد تما واحد تكون في قهوه ريستورون ولا في بلاصه كيما هكا، واحد كميه اثر على واحد، اثر على 20 واحد. اثر صافي واحد في الاقليه اثر على الاغلبيه. حاجه مليحه تدخل اصلا، يضرب الصحه، يضرب خاصه في الامن، خاصه مع الاطفال ومع العائله. في الاماكن العموميه. انت من المدخنين؟ المدخنين شرب بيه دينا وخلص. وتدخن قدام في المكان العمومي هكذا ولا في المنزل ولا؟ ما ندخلش المنزل، ندخل في الزقه برا برك. اماكن عموميه؟ ما ندخلش في الاماكن العموميه.
منين داك برك؟ وش رايك اللي يدخن في مكان عمومي يعاقبه بغرامه ماليه؟ اه المفروض يعاقبوه. يعاقبوه؟ اه. راني مع القانون. يعني صراحة بأن التدخين أصبح يعني ظاهرة يعني تفشت وأصبح مرض خطير، وخاصة مع الأمراض وكثرة الأمراض الحقيقية، والتدخين أصبح يضر، وبالتالي أصبح هذا التدخين يعني يقوم بأمراض أخرى لربما سوف تتفشى يعني يعني في السنوات القليلة القادمة، وهذا نظرا للتلوث البيئي وهذه الأمور هذه. وصح درك رانا نلاحظوا هنا في المجتمع تاعنا شكون راه متأثر بزاف، الشباب تاعنا راه ضايع ماشي من التدخين، ولكن حوايج اخرين ما بقاش نهضروا في الحصه، ولكن التدخين قلت لك 70% اثر بزاف على المجتمع، ما يلقيها كقانون صارم يطبق على كل شخص يطبق عليه القانون. وهذا لتصلك اخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسميه.